حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من مباريات شارة الريان لكرة الصلاة الرمضانية المثيرة اللي تابعناها. اللهم صل على محمد. نجوم يلعبون في الدوري القطري، في المنتخبات، أيضا في الدوريات الخارجية، يثرون هذه البطولة بمباريات قوية، مباريات تنتهي بعشرة أهداف مقابل هدفين، ومباراة تنتهي بهدف مقابل لا شيء. هل هي من قوة الفرق يا كابتن أحمد؟ فعلا قوة الفرق، قوة المنافسة في دور المجموعات. نتوقع مثل هذه النتائج، النتيجة الأولى العشرة مقابل واحد أحيانا، لكن واحد مقابل لا شيء، هذه من النتائج اللي في دور المجموعات نادرا تشوفها، اللي هي شدة المنافسة ما بين فريقين، يدلل على أن فعلا المجموعة الأولى مجموعة قوية بالفرق اللي موجودة. سميها فيها مجموعة الضغط العالي. الضغط العالي هذه تسمية خاصة بفهد الكعبي بتكون إن شاء الله. طبعا نشوف الحين، نستعد حق المباراة الثانية في نفس المجموعة. الجالية الأسبانية تواجه فريق القلائل الذي في المباراة الأولى تعادل مع فريق أم الأفاعي، أما الجالية الأسبانية فقد خسرت المباراة الأولى. الجالية الأسبانية فعلا خسرت المباراة الأولى. نشوف اليوم من بيفوز فريق، نشوف على الشاشة فريق القلايل يلبس اللون الأبيض، وهو ليس لون هذا الفريق، ولكن هذا اللون لونه الاحتياط، فهو فريق القلايل لونه اللون الأحمر، ولكن الجالية الأسبانية باللون منتخب أسبانيا الأدعم أو الأحمر الفاتح، فعلشان هالشكل القلايل يلبسوا باللون الأبيض اللي هو لون الاحتياط. نشوف الأساسيين لفريق القلايل: سعود المطوع، مشعل عبد الله، كاظم حسن، جاسم داود، أمير مولكاري، الأساسيين في فريق القلايل. وأيضا نتابع فريق الأسباني. أعتقد أن وصلك الدور أخوي أحمد. الله يعطيك العافية أخوي فهد. ومجددا متابعينا مشاهدينا الكرام، مباراة ثانية في هذا اليوم في إطار المجموعة الأولى. احنا ما زلنا في نفس المجموعة اللي تابعنا فيها المباراة الأولى قبل قليل، شاهدنا فيها قناة الريان في أول ظهور بأول انتصار بفريق محترم بأسماء جميلة ممكن قادرة على أن تذهب بعيدا في البطولة. نشاهد الآن فريقين آخرين أيضا في نفس هذه المجموعة، فريق القلايل، الفريق اللي في المباراة الأولى تعادل مع أم الأفاعي، ولما احنا شاهدنا قبل قليل أم الأفاعي وقوة فريق أم الأفاعي، إذن القلايل فريق محترم كوننا يتمكن من تلافي الخسارة في مباراته الأولى. موجود فريق القلايل سيلاقي الجالية الإسبانية، الفريق الذي تعرض للخسارة في مباراته الأولى، وبطبيعة الحال يأمل في أن يتلافى هذه الخسارة في مباراة اليوم. طبعا لدينا فريق للجالية الإسبانية على اليمين باللون الأحمر بلون المتادور الإسباني، ويلبس لبس المنتخب الإسباني. الجالية الإسبانية لدينا جيل عيد في حراسة المرمى، اللبناني غير الإسباني، لكن بعد ذلك توماس غارسيا، تشافي فاريلا، دانيال بون، خيمي كارسيا، هي الأسماء الأساسية التي تبدأ في تشكيلة الجالية الإسبانية. بينما على اليسار القلايل يبدأ في الأسماء الأساسية باللون الأبيض، القلايل يخوض هذه المباراة. سعود المطوع حارس المرمى، لدينا مشعل طالب، أمير مولكاري، كاظم حسين، فيصل محمد، الأسماء الأولى الأساسية التي تبدأ المباراة في تشكيلة نادي أو فريق القلايل. نتمنى، نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة، أن نشاهد أهداف، أن نشاهد إثارة ندية ما بين الفريقين. الجالية الإسبانية البحث عن إبقاء الحظوظ، إبقاء الأمال، خسارة ثانية يتعرض لها ربما ستعصف بكل أمالة في محاولة التأهل للأدوار القادمة، على الرغم من أن إسبانيا في كرة الصالات هي تملك أقوى دوري كرة صالات على مستوى العالم. هي بالمناسبة إسبانيا كمنتخب المنتخب الوحيد الذي تجرأ على البرازيل وأخذ لقب
اللقب العالمي لكرة القدم داخل الصالة من البرازيل، كأس العالم لكرة القدم داخل الصالة، هذه بطولة حكرا على البرازيل. إسبانيا الوحيدة فقط التي تجرأت في مناسبتين وأخذت البطولة من البرازيل، وبالتالي يعني ممكن هذه اللعبة يعني لها شعبيتها في داخل لدى الأسبان. ونحن نشاهد هنا المباراة تحت طرفيها الجالية الإسبانية مع الكلايل اللي يملك كرة الآن، يقود هجوم في المناطق الخلفية. عندنا محمد داري، محمد داري نقلة أمير مولكاري إلى محمد داري مجددا بفرصة خطيرة. الله الله على أول الأهداف لمصلحة القلايل. لمسات جميلة للأمانة، لمسات نقلات جميلة رائعة، واحد اثنين ثلاثة في الشباك، وهدف رائع بشكل فني رائع بجملة فنية رائعة لمصلحة القلايل. يفتتح النتيجة في وقت مبكر، يدوب دقيقة ونصف فقط احتاجها القلايل ليفتتح النتيجة من أول هجمة، فعالية 100% بالنسبة لفريق القلايل، يتقدم بأول أهداف المباراة. كرة ملعوبة تعود بنقلة حاضرة في الطرف الأيسر، تعود لنادي مصلحة فريق القلايل. فريق القلايل أخوي فهد ممكن أسماء مغمورة. الله 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 على هذه السيمفونية الرائعة الآن تعزف بأقدام لاعبي فريق القلايل. أسماء ما هي معروفة بالنسبة لنا على مستوى بطولة دوري الصالات، ما عندهم الأسماء الرنانة في الفرق الأخرى، لكن واضح أن مهارات، أن التوليفة رائعة، لاعبين متفاهمين، تحركات مع بعضهم البعض، وكأنهم من سنين يمارسوا اللعبة سوية. كرة قدم جميلة تقدم الآن بأقدام لاعبي القلايل. انسجام بالإضافة لأن المساحة موجودة من المنافس أدت إلى بس تركيز لاعبين من القلايل. الفريق حقيقة مركز عالي وقدر يخلق بالثلاثية في الهدفين، عمل ثلاثة وأيضا متابعة، يستحقون الثناء. فعلا يستحقون الثناء، واعتقد اشرت لان ممكن الجالية الاسبانية التغطية في الخط الخلفي كانت ليست بالشكل المطلوب في ان يترك اللاعبين يتحركوا بكل اريحية لاعبي القلايل، لكن هدفين الان للقلايل في ظرف البدايات الاولى فقط للشوط الاول. يا سلام طريقة قطع الكرة، يعني حتى في قطع الكرة يقدم فيها لمحة فنية نادي أو فريق القلايل، وكرة كانت حاضرة عند أمير مولكاري لكن كرتها خارج أرضية الملعب. تعود مجددا بنقلة وتصويبة حاضرة في اللقطة الماضية كانت من فيصل محمد لكنها خارج أرضية الملعب. تعود الكرة مجددا في الطرف الأيمن، أخطر الآن. أوه الثالث يأتي، الثالث نقلة محمد داري وصلت إلى أمير مولكاري وهدف ثالث للقلايل. ويجيب الكورة لاعب نادي القلايل كأنه يعني يبغي المزيد، هو من يبحث عن المزيد من الأهداف. تقريبا انكشفت أوراق المجموعة الأولى، نشوف القلايل قناة الريان أم الأفاعي مستوياتهم متقاربة. المباراة الأولى حقيقة كانت رفيعة المستوى وفيها تقارب، وأعتقد الفريقين راح يكون لهم أبعد، يعني ممكن يوصلون لأبعد نقطة مؤهلين. فريق القلايل في منسجام وفي إمكانيات، لكن أيضا مش حكم هذه المباراة على قوة هذا الفريق نظرا للخصم. نعم ثلاثة أهداف في وقت مبكر جدا، خمس دقائق لم تنتهي بعد لانطلاقة الشوط الأول بالنسبة لنادي القلايل، وواضح أن نادي القلايل يبحث عن مزيد ومزيد من الأهداف، وهي نقطة إيجابية لأن ممكن مع نهاية المطاف في هذه المجموعة قد نشاهد الأهداف عامل حاسم في تحديد هوية المتأهل في ظل تقارب مستويات الفرق في هذه المجموعة. الرهيب متصدر المجموعة، انتصر في مباراة الأولى وهو الوحيد اللي كان في الجولة الأولى من حقق انتصار، لكن كان خصم الجالية الإسبانية اللي واضح أمامنا الآن ونحن نشاهد أنهم ربما لا يملكوا الكثير اللي يقدموه في هذه المجموعة المرعبة في ظل باقي الخصوم، باقي الفرق القوية. لدينا انطلاقة والرابع يأتي، الهدف الرابع يأتي، بلا حول ولا قوة لإسبان في هذه المباراة أمام هجمات تتوالى من قبل القلايل وأهداف تتوالى أيضا من قبل القلايل. ما أدري، إحنا بالأمس شاهدنا مواتر ينتصر على مجلس معيذر بالعشرة، اعتقدنا أنها أعلى النتائج، ممكن نشاهد اليوم نتيجة أعلى مما سجل بالأمس على مستوى الأهداف، على مستوى النتائج التي تسجل في البطولة.
أربعة أهداف. سير المباراة يعني ممكن يوصلها لرقم يعني لا يقل عن 10 أو 8 تقريبا. فعلا في ظل يعني الرجال الإسبانية لا تقدم شيء، والقلايل يلعبوا بكل جدية بلا تراجع بلا تهاون بلا استرخاء، يعني كل ما سجلوا هدف يبحثوا عن مزيد عن آخر. لديهم ركلة ركنية الآن حاضرة في المناطق الخلفية. مشعل طالب مرور بشكل جميل، مشعل يعرقل يسقط، لكن يا سلام يا سلام مهارة عالية في اللقطة الماضية أيضا من محمد داري في الكرة الأخيرة، يتعرض للإعاقة يسقط، وخطأ حاضر لمصلحة القلايل. خطأ يأتي وركلة حرة ثابتة. أمير مولكر يسدد خارج أرضية الملعب في ركلة ركنية، حكم اللقاء يحتسبها ركلة ركنية تأتي لمصلحة القلايل. ملعوبة تعود مجددا. محمد داري يا سلام، تصويبة قوية في اللقطة الماضية. جاسم عبد الكريم يعود يسترد كرة جاسم. أمير مولكاري بشكل جميل أيضا بلمحة رائعة في اللقطة الماضية للاعب الإسباني خيمي غارسيا، وانطلاقة كانت حاضرة لكن الكرة أيضا إلى خارج أرضية الملعب تتحول إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية تصويبة حاضرة. أنت في بعض الأحيان في كرة القدم داخل الصالات لو لاعب واحد فقط من الأربعة لاعبين كان ثقيل الحركة لا يغطي مناطق بشكل جيد تدفع الثمن غالي جدا. فعلا المساحة مهمة جدا حقيقة، وإذا كان لاعب يقصر فيأثر على المجموعة. نعم تعود الكرة مجددا. القلايل يبحث عن الخامس وحارس المرمى يتصدى، وحصار كامل تقريبا يفرض القلايل على الجالية الإسبانية التي تهاجم الآن بمحاولة انطلاقة حاضرة، لكن الكرة خارج أرضية الملعب ركلة تمس. الكل واقعين، صحيح أنها بطولة رمضانية ولكن تنافسية، أيضا كبر السن له دور، يعني في أمس شفنا مواتر كبار في السن ولكن كممارسين لكرة القدم. إذا لعيبة الهواء كبير في السن يأثر على الفريق والتمركز في الدفاع. قطع بشكل واضح تماما. مواتر تتكلم عن محترفين مخضرمين، خبرة محلية خبرة دولية خبرة قارية أسوية اللي شاهدناهم فريق مواتر بالأمس، وبالتالي يعني أحيانا حتى على الواقف ممكن يعطيك كرة. تعود عموما مجددا لمصلحة القلايل في الطرف الأيسر. مشعل طالب تصويبة حاضرة لكنها خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية مجددا تأتي لمصلحة القلايل. تعد خلفية جاسم عبد الكريم بتصويبة لكنها خاطئة. تعود الكرة بانطلاقة وتصويبة حاضرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية تأتي لمصلحة القلايل مجددا. تنفذ الكرة بقدم يسرى. يا سلام يا سلام مشعل طالب بشكل رائع للأمانة، مهارة عالية مهارة عالية في الترويض في فتح زاوية التسديد وفي طريقة التسديد، دقة عالية قوة في التسديد بقدم يسرى جميلة من مشعل. متحفز أنا أشوف فريق القلايل يوصل بالثنائية بالثلاثية سهلة يسجل منها جول، ولكن أكثر كورم يعتمدون على الشوت. هل هم شايفين نقطة ضعف في حارس الجالية الإسبانية؟ لا طبعا، هي عنصر مهم جدا عملية التصويب للإنهاء، فهو عنده أكثر من يعني من الحلول الموجودة، لكن هو متحفزين يعني رغم النتيجة الآن 4-5 مع ذلك تجد اللاعبين الخسرانين. نعم وهذا يحسب لهم خاصة أنهم صغار في السن، رقم 10 حقيقة ورقم 11 اللي هو جاسم عبد الكريم ومشعل طالب، يعني كلهم مهاريين ونشط يعني في عملية الارتداد وعملية التحول، فعندهم حضور إيجابي فني عالي. هو ذكر أخوي أحمد أن مثل هذه المباراة وخاصة في هالمجموعة ثلاث فرق متقاربة بالنقاط، الأهداف راحين لتفرق عشان هالشكل نشوف. أم الأفاعي أم الأفاعي لا يرحم الجالية الإسبانية ويبحث عن مزيد ومزيد من الأهداف، رغم أننا نعتقد أن في نقطة ممكن نقطة الصيام الله أعلم تصب لصالح الجالية الإسبانية في الأخير مسألة الجهد البدني، لكن واضح ما شاء الله على نادي لاعبين نادي القلايل شباب بحماس بخبرة وبمهارة بمهارة يعني عالية جدا.
جدا يقدم مباراة مذهلة. اللاعب مشعل طالب، يا سلام يا سلام يا سلام يا مشعل، يا سلام يا مشعل، يعني للأمانة لاعب يملك قدرات مذهلة. هنا تصويبة أخرى في قدمه اليسرى لكنها إلى خارج أرضية الملعب، أيضا ركلة مرمى. موهبة عالية بالنسبة لمشعل، الكرة في قدمه اليسرى سيطر عليها بشكل جميل ورائع. هنا أمامنا الآخر أيضا محمد داري، محمد داري يحاول قدم اليسرى. احنا امس تحدثنا عن ظني مشعل ولا القدم اليسرى موهبه في كره القدم، اعتقد ابو عبد الرحمن. مشعل من اللعيبه حقيقه انا لاول مره شاهده، لكن واضح جدا انه هو يعني يمتلك عنده الكثير حقيقه، وانا اعتقد ان العروض راح تكون من حتى من الملاعب المفتوحه. يستحق اقول انه مثل ما قال كابتن احمد انه فيه لاعب كره الصالات مهاجم ومدافع ومهاري وشويت، اعتقد ان هذه الاربع موجوده في مشعل. الله يبارك له ان شاء الله يوفقه. فعلا فهد، فعلا فهد جبتها، وان شاء الله الله يوفقه فعلا، ويستحق للامانه يستحق. لاعب صغير في السن، يعني واضح انه صغير في السن وبهذه الموهبه بهذه المهاره يقدم اداء صحبة فريقه بشكل جميل ورائع بالنسبة لنادي القلايل. احنا نقترب مع 22 ثانية الأخيرة قبل نهاية المباراة. 5 أهداف في الشوط الأول، المواتر بالأمس لما انتصر بالعشرة سجل 5 في الشوط الأول أيضا، يعني حساس نحط الأرقام وممكن نقارن بين أعرض النتائج اللي ممكن نشاهدها في البطولة. كرة ملعوبة لكنها خارج أرضية الملعب، بس فريق محترم القلايل بغض النظر لا يوجد أو لا توجد الأسماء الرنانة، لكن توجد الموهبة، توجد القدرات الجميلة بالنسبة للقلايل. محمد داري في اللقطة الماضية أيضا يعرقل وخطأ يأتي لمصلحة القلايل، خطأ يأتي لمصلحة نادي القلايل. كرة ثابتة في المكان الأخير، بالمناسبة اسم حارس مرمى القلايل سعود علي، على أساس فقط نذكر اسمه لأن ما ذكرنا اسمه إلى الآن. صحيح. خطأ حاضر وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة القلايل، تصويبة من مشعل لكنها خارج أرضية الملعب. تعود الكرة بنقلة أمامية مجددا للجارية الإسبانية، ونهاية شوط المباراة الأول خماسية بيضاء نظيفة للقلايل مستحقة أعتقد فهد، وشاهدنا فريق تكحل به العين. صحيح، نقول ألف مبروك للشوط الأول لفريق القلايل اللي مثل ما ذكر أخوي أحمد أنه نفسه أمس أنهى الشوط الأول ب5 أهداف، ولكن الفرق أنه كان فريق مجلس معيدر مسجل هدف سجل، والجالية الإسبانية لم تسجل هدف ولكن مشاركتها. ونوضح إن ذكرت أن هناك لبناني في الجالية الإسبانية، من شروط البطولة لكل جالية محترف واحد يشارك معاها. كابتن أحمد، إلى أن نسمع المدرب، شو انطباعك عن الشوط الأول؟ حقيقة متعة فريق القلايل من خلال الأداء بغض النظر عن ضعف المنافس، لكن أداء ومهارات اللاعبين وانسجامهم مع بعض، في أول دقيقتين سجلوا هدفين حقيقة من عمل ثلاثي، فهذا يحسب حقيقة مدير الفريق والمدرب انتقاء للمجموعة ذي، وأعتقد أنه راح يكون لهم دور، راح ينافسون على ورقة الترشيح للدور الثاني. أنا أعتقد أن هذا الفريق مش في يوم وليلة تكون، أكيد أنهم لعبوا مباريات كثيرة مع بالانسجام اللي نشوفه بينهم وتوزيع المراكز. واضح 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 تماما فهد حركة اللاعبين، يعني مثل ما ذكر أبو عبد الرحمن أول هدفين من ثلاثية، اللمسات الثلاثية والتحركات الثلاثية، الثنائيات نشوفها، الثلاثيات تحتاج إلى انسجام كبير جدا ما بين اللاعبين والحركة. بمثل هذه الموهبة حين اللي نشوفها أمامنا على الشاشة، مشعل طالب القلايل قادر يروح بعيد في البطولة. طبعا احنا نقول ان الفرق اللي لها اسامي وشفنا مواتر عرفنا اللعيبة اللي موجودة، يعني اكثر الفرق كلهم عرفنا. القلايل مستواه جدا ممتاز، ما نعرف اللعيبة، اعتقد ان في كل بطولة يكون هناك الحصان الاسود. هل تعتقد ان هذا هو فريق لا فعلا بالنسبه لمن كان من تابع على الورق وشاهد الاسماء على الورق وشاهد الاسماء الرنانه في الفرق الاخرى، اعتقد ان ما حط القلايل من ضمن الفرق المرشحه، لكن القلايل بمواهب وبقدرات وباداء رائع جدا يقدم من قبل فريق القلايل هو حصان اسود البطوله، واكثر من ذلك ممكن يذهب بعد من ذلك، يعني الاداء رائع. ابو عبد الرحمن، بين الشوطين شفنا المباراه الاولى صار تغيير كلام المدربين، وبرجع لك ولكن التعليق عند اخوي احمد، وبرجع لك على هذه النقطه. نعم اخوي فهد، الشوط الثاني ينطلق ولا اعتقد ان هنالك من جديد سيجد في شوط المباراه الثاني. 5 أهداف مقابل لا شيء، الشوط الاول للقلايل
طولا وعرضا، نتيجة، أداء، مهارة، إمتاع، إبداع، كل ما يمكن أن يقال. قل للأداء اللي قدم القلايل في شوط المباراة الأول. الشوط الثاني القلايل كما كان في الشوط الأول، يواصل التقدم، يواصل الهجوم، يواصل الضغط على الجالية الإسبانية، بحث عن مزيد من الأهداف، بحث عن استمرارية استمتاع هؤلاء اللاعبين اللي قاعدين يقدموا كرة قدم جميلة حتى الآن فيما بينهم. كرة في المناطق الخلفية للجالية الإسبانية، ربما البحث عن هدف الآن، عن هدف بانطلاقة سريعة، هدف شرفي ممكن في اللقطة الماضية، ولكن حارس المرمى أيضا يتصدى في الكرة الأخيرة للقلايل، والكرة إلى ركلة مرمى تعود بتصويبة حاضرة خارج أرضية الملعب. توقع أن مدرب الجالية الأسبانية أعطاهم تكتيك تغيير الأسلوب في الشوط الثاني؟ أعتقد مهما عطى من توجيهات، القدرة الموجودة في المجموعة أقل من أن تصل فيها في استجابة، وأعتقد أن راح يستمر الوضع على ما هو. لكن الفريق من الغلايل اشوفهم لم يبدا بافضل لاعب اللي هو مشعل، بالاضافه رقم 8 وايضا رقم 11 اللي هو جاسم، فاعتقد انه هو البدايه اتاح فرصه ما اثر على وصوله الى رقم قياسي من الاهداف. من الاهداف فعلا ابو عبد الرحمن، بما فيهم حتى حارس المرمى تم تبديله ايضا، اعتقد بالحارس البديل هو اطمأن الى مساله النتيجه النهائيه للمباراه ان نتيجه الانتصار لفريقه، لكن يعطي الفرصه لباقي اللاعبين الدخول في اجواء البطوله، المشاركه. لدينا انطلاقه سريعه للجاليه الاسبانيه، ممكن الهدف، برافو سعود علي المطوع في اللقطة الماضية أيضا يتصدى، يبعد الكرة الآن إلى ركلة ركنية. ربما نشاهد الجالية الإسبانية في الشوط الثاني تقدم الآن ما لم تقدمه في الشوط الأول، في الآن هجمتين وراء بعض تأتي للجالية الإسبانية، هذا الأمر لم نشاهده في الشوط الأول. كرة بركلة ركنية ملعوبة مبعدة تقطع في خطورة، والقائم الأيسر، القائم الأيسر يتصدى. يمكن مستوى القلايل يعني طغى على الجالية الأسبانية، ولكن هناك في مهارات فردية في بعض لعيبة الجالية الأسبانية. طبيعي، يعني أنت تتكلم عن لاعب كرة القدم مشارك في بطولة، عنده التمرير وعنده التصويب، لكن يبقى عملية التوازن والانسجام مع المجموعة والتعبير تعبير مناسب وفقا للقدرة يختلف. أعتقد أنه ما يصل إلى الليفل اللي هو يقدر من خلاله ينافس. نعم، كاد الهدف السادس أن يأتي في الكرة الأخيرة للقلايل، لكن الآن يعني منذ انطلاقة الشوط الأول أربع دقائق، أو الشوط الثاني عفوا أربع دقائق تقريبا، القلايل لم يسجل. القلايل في الشوط الأول أربع دقائق كان عنده ثلاثة أهداف. كرة تعود. يعني باختصار اخوي احنا نقول ان فريق للرياضه للجميع هو فريق احترافي، يعني فريق من القلايل اعتقد من الفرق اللي تنافس وممكن يعني يكون لها مستقبل، اما فريق الجاليه الاسبانيه يعطيهم العافيه وقدره، يعني هما مشاركه تعتبر رمزيه يعني. نعم نعم تحسب لهم فعلا 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 تحسب لهم، وهي مثل ما ذكرت الرياضه للجميع في الاخير، والقلايل فريق البطوله، فريق بهذا الاداء يذهب بعيدا، يذهب بعيدا بقدرات لاعبيه، بمهارات الان نشاهدها، ببحث عن هدف سادس عند محمد داري، يحاول محمد داري ايضا هو الاخر مهاري بقدم يسرى، سوء تفاهم ما بينه وما بين امير موركاري، ركله تمس تتحول الكره لمصلحه الجاليه الاسبانيه، الكره تنقل اماميه تعود بمرور رائع تصل إلى عابد محراب، يضعها إلى أمير موركاري، والهدف السادس أيضا يضيع، تعود بارتدادة سريعة، ممكن الهدف الشرفي للجالية الإسبانية، فعلا هدف أول، هدف أول يأتي، خيمي غارسيا ربما هو أميز اللاعبين في تشكيلة الجالية الإسبانية، يسجل الآن الهدف الأول والوحيد للجالية الإسبانية في الانطلاقة الأخيرة. طبعا نشاهد هنا الأطفال العلم الأسباني في المدرجات حاضرين للمتابعة، وكاد أن يرد سريعا محمد داري على ذلك الهدف، لكن الحارس يتدخل، والكرة إلى ركلة تماس تأتي لمصلحة القلايل، كرة ملعوبة، هذا السادس، هذا السادس،
لاحظ الغرابة كيف يترك بهكذا طريقة لوحده أمام حارس المرمى بدون أي لاعب، يعني ما أدري وين راحوا الربع كلهم. ثلاثة لاعبين تقدموا في تنفيذ ركلة التماس، وهدف سادس يأتي لمصلحة القلايل بستة أهداف مقابل هدف يتقدم. مقطوع الكرة تعود بنقلة أمامية للقلايل، تبعد خارج أرضية الملعب إلى ركلة تماس مجددا لمصلحة القلايل. مشعل طالب يلعب لنقلة في الطرف الأيمن إلى محمد داري. محمد محاولة تقدم ومرور، لاحظ التدخل بشكل جميل الدفاعي. عبد محراب هو من ياخذ كورته بشكل جميل، حلو حلوه بالنسبه لمحمد محراب، كاد ان يضيف الهدف السابع. لكن ايضا الجميل من جيل عيد حارس المرمى اللبناني اللي يتالق في اكثر من كره في الابعاد، هذا هدف السابع. برافو 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 جيل، الانطلاقه السريعه مجددا لمصلحه الجاليه اللبنانيه عند خيمي كارسيا. كرة تتحول إلى ركلة تماس تنفذ سريعة للجالية الإسبانية، محاولة التقدم فيها تصويبة حاضرة خارج أرضية الملعب، تتحول إلى ركلة ركنية تأتي لمصلحة الجالية الإسبانية. ركلة ركنية تنفذ بنقلة بينية، تعود مجددا من الطرف الأيمن، كرة ملعوبة إلى ركلة تماس. خمس دقائق شوط ثاني فقط، فيه هدفين حتى الآن، هدف للجالية الإسبانية وهدف للقلايل. الجالية الإسبانية تطورت أو تطور أدائهم بشكل كبير في شوط المباراة الثاني عما كان عليه في شوط المباراة الأول، يعني سجل هدف واستقبل هدف، وحتى الآن بالنتيجة الإجبالية هو متعادل في شوط المباراة الثاني. طبعا الانهيار كله كان في الشوط الأول. كرة تعود مجددا بتصويبة حاضرة، محمد داري لكنها خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. نقول أن يعني فريق القلايل الحين خلاص خف الرتم عندهم، يضمنوا الفوز تقريبا. طبعا هو بعد الخمسة بدأ الشوط الثاني، الشوط الأول بداية قوية وحسم المباراة. السابع يأتي، الهدف السابع ياتي بعد مهاره جميله كانت من الطرف الايمن للاعب للامانه امير مولكاري، تلعب بالدفاعات ومرر على طبق من ذهب الى عابد محراب ويسجل الهدف السابع عابد محراب لمصلحه القلايل. سابع الاهداف الان بسبعه مقابل واحد. التوجه بعد الاطمئنان على نتيجة المباراة هي اللي يفرق في عملية زيادة غلة الأهداف أو تحت الفرصة، واضح جدا أنه هو التبديل المستمر أثر على عطاء فريق أم القلايل بحيث أنه يزيد. بس فريق مواتر نذكر أمس فاز بعشرة وهو كنا خسران 1-0، يعني في فرق ترى بين الروح وفي فرق بين أنك إذا تقدمت شلون ترتاح. ممكن أخوي فهد أن الفريق مواتر حتى البدلاء كانوا عندهم كأنهم أفضل من أساسيين فرق أخرى، يعني فريق مواتر كان ملغم من إلى. كرة في هدف ثامن لمصلحة مواتر، احنا لا مواتر لا القلايل، هو نفسه أمير مولكاري، احنا نتحدث عن مواتر والقلايل هنا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا أمير يا مولكاري. هدف ثامن بشكل رائع بشكل جميل للأمانة، ونحن نشاهد فريق ممتع أمامنا، فريق القلايل فريق ممتع يملك لاعبين مهاريين بمستوى عالي جدا. بعد الهدف يعني لاحظنا أربعة لاعبين، ثلاثة لاعبين الكل يغادر الملعب وأربعة يدخلوا الملعب، يبدل فريق بفريق كامل. أصبح القلايل فعلا يختار نهج مثل ما قال أبو عبد الرحمن، إتاحة الفرصة على زيادة الغلة، ومع ذلك يضاعف الغلة القلايل بأي الأسماء التي تواجدت داخل أرضية الملعب، هو يسجل الأهداف. بس في نقطة مهمة اللي هي عملية التغيير، حتى لو كانت جودة اللاعبين في ليفل واحد يؤثر على أداء المجموعة، الاستقرار يعطي ناتج افضل. نعم 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 نعم، لكن الهدف التاسع المحصله النهائيه الزبده اللي قدمها القلايل انه يسجل الاهداف مهما كان اللاعبين في ارضيه الملعب، يصل للرقم 9 تهديفيا والجاليه الاسبانيه البحث عن الهدف الثاني، لكن الكره الى خارج ارضيه الملعب تتحول الى ركله مرمى.
لمصلحة القلايل. ارتداده سريعة، لاحظ الشد من القميص، ولكن الحكم الله مهارة جميلة عالية للاعب محمد داري، والهدف العاشر لم يأتي. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة تماس فعلا في إنذار حكم المباراة، قرار سليم فيصل عبد الله، لأن كان فيه شد متعمد من قبل لاعب الجالية الإسبانية خيمي غارسيا. الحكم أعطى مبدأ إتاحة الفرصة، لكن بعد أن توقف اللاعب يعود إلى خيمي غارسيا يشهر عليه البطاقة الصفراء والإنذار. محمد داري للقلايل يمرر بنقلة إلى ركلة ركنية تأتي لمصلحة الجالية أو القلايل. كرة خطيرة هذه، كرة الهدف العاشر ضاعت، تعود لمصلحة الجالية الإسبانية بنقلة في المناطق الخلفية. جيل عيد، لكن في صافرة حاضرة أيضا، صافرة حاضرة. فيصل عبد الله إلى ماذا يشير؟ إلى خطأ داخل خط الستة ياردة. إعادة الكرة إلى حارس المرمى، فعلا بعد أن تخرج من حارس المرمى. أعتقد هذه النقطة اللي تحدث عنها زميلنا العزيز أحمد المناعي بيوم أمس، من أن تعتبر أخطاء في كرة القدم داخل الصالات، وبالتالي الخطأ والركلة الحرة التي تأتي الآن لمصلحة القلايل. ممكن العاشر، ممكن لا، العاشر لا يأتي. الكرة تعود مجددا للجالية الإسبانية، سيبقى ربما رقم مواتر الرقم الأعلى، لكن قد يكون هنالك رأي آخر. الهدف العاشر، وجيل عيد ينقذ حارس مرمى الجالية الإسبانية. 2-1، 2-1. الهدف الثاني للجالية، الهدف الثاني يأتي فعلا، هدف ثاني لمصلحة الجالية الإسبانية. تعامل مع الكرة بشكل جميل ورائع أيضا، والوصول إلى ثاني الأهداف لمصلحة الجالية الإسبانية. دانيال بون بشكل جميل ورائع يتلاعب الكرة في الشباك، وعموما اللاعبين اثنين انفردوا بحارس المرمى، والتسعة مقابل اثنين. ونتحدث خلاص عن الآن الختام وفعلا نهاية المباراة. متابعينا مشاهدينا الكرام، القلايل يحقق أول انتصار بعد تعادله في المباراة الأولى. أعتقد أن انتصار مستحق، وانتصار أتى بأقل مجهود خوي فهد. نعم، ألف مبروك لفريق القلايل، فوزه في هذه المباراة بنتيجة عالية 9-2 للجالية الأسبانية. يعطيهم الصحة والعافية الجالية الأسبانية. مشاركة الجاليات في هذه البطولة الرمضانية محبة وأخوة بين شرائح مجتمعنا. طبعا شفنا الشوط الأول، ونشوف أيضا من اللي حصل على جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة اللي جمعت فريق القلايل والجالية الأسبانية. هو اللاعب رقم 10 مشعل طالب. طبعا مشعل من اللي تكلمتوا عنه في بداية المباراة، ويستاهل جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. نشوف من اللجنة الفنية راح يسلم تسليم الجائزة أفضل لاعب للاعب فريق القلايل مشعل طالب عبد الله، اللي فعلا أثبت وجوده في هذه المباراة. اللاعب اللي تكلمتوا عنه، أعتقد أن أبو عبد الرحمن يرسل مسج حق اللجنة الفنية. ما عندي تواصل صراحة، بس أنه اختيار موفق. صالح طاعة في الأولى واختار في الثانية، وفعلا يعني اختيار موفق بعد، خاصة أن وجود يعني نجم مثل عادل خميس في اللجنة. نعم، في عملية الاختيار تسهل حقيقة. نعم، وتصل يعني بأفضل الحلول. وفعلا اللهم لك الحمد، يعني هناك لجنة في اختيار أفضل لاعب لحد الآن. نشوف الأبرز في المباريات اللي صارت، يحصلون على أفضل لاعب. علي النعمة، وصلنا عندك والدور عندك، عطنا علومك ومن اللي معك. يا هلا مرحبا فيك اخوي ابو علي، معنا افضل لاعب اليوم اللي حصل على جائزه الالف ريال. نقول لك الف مبروك، اليوم لعب ويعني وجائزه. الله يبارك فيك، والحمد لله فزنا، النتيجه حلوه، وان شاء الله نسوي في القادم ونتاهل ان شاء الله للمجموعات ونقدم عليك. انت اليوم فرقتوا بالاهداف، فرق الاهداف هذا هل بيساعدكم في ظل مجموعتكم الصعبه؟ اي اكيد ساعدنا، لان تعادلنا اول مباراه ولازم نفوز 3 مباريات. الحمد لله فزنا بنتيجه حلوه اليوم، وان شاء الله المباراه الجايه بعد بنتيجه حلوه. طيب احنا اليوم لاحظنا ان مدرب منتخبنا وهو مدربك، انت لاعب منتخب الشباب ولاعب الفريق الاول، وجوده هل يساعدك انت تشوفه تبدع في الملعب؟ اي اكيد يساعدني، ليش لا؟ يساعدني ويثق فيني وكل شيء، ومستانس علي اني مشارك في البطوله بعد. يعطيك العافيه والف مبروك. الله يعافيك.
نعم بعد اخوي ابو علي مثل ما تكلمت معاك احنا نتكلم على الكشافين ونتكلم على يعني مدربين منتخباتنا الوطنيه ليش ما يتواجدون في البطوله. اليوم تواجد معنا مدرب منتخبنا الوطني لكره الصالات الكابتن تياغو. كابتن تياغو, how is the level for the competition today? I think it's congratulations for organization of this tournament because I think it's very very good for futsal in Qatar. I think the level it's very very good. It's the high level because the all teams have foreign players, so I think it's very very good to growing up. So it's very very nice. Coach, do you like some player for the championship for Rayyan? Yeah, I think it's. There are a lot of players. The futsal in championship, Rayyan, they have Amro, they have Lucas, they have also a Brazilian Diego. So I think Hadi is a very good player. It's left leg. So they have a very good team and also a young teams. I think the Rayyan is a very good example in this country because they work also with the young teams. So this is the future. If we will work with the young players in the future, sure they have a lot of quality and they have knowledge to play this game. So this is the most important. Work with the young teams. Thank you, coach. Let's meet you for our Rayyan channel. Thank you so much. Thank you very much. نعم أخوي أبو علي مدرب منتخبنا الوطني كان يتكلم عن ارتفاع مستوى بطولة شارة الريان 2016 لكرة الصالات ويمدح في من الناحية التنظيمية ومن ناحية الفرق اللي مشاركة فيها وأيضا تكلم عن بعض اللعيبة يعني اللي تشافهم أن عندهم مستوى مثل عمرو مثل تياغو أيضا مثل لاعبنا اللي حصل على أفضل لاعب اليوم في المباراة قالهم يعني أنهم ممكن يكون لهم مستوى رائع في المستقبل وأيضا مدح فريق قناة ريان وقال له مع المستقبل مع التمرين الزياده راح يكون فريق قوي. هذا ما لدي ابو علي, نرجع لك بالصوت والصوره. يعطيك الصحه والعافيه اخوي علي النعمه, واكيد يعني بطوله رمضانيه تقام لاول مره ويحضر فيها مدرب منتخب شيء مو بسيط, ونقول حق اللعيبه اللي مشاركين فرصه لكم اثبتوا وجودكم, مدرب المنتخب موجود. خلصنا من المجموعه الثانيه, منجي مباريات المجموعه الاولى عفوا, منجي مباريات المجموعه الثانيه, ولكن فاصل قصير وراجع لكم.